نستمع الآن إلى فرز الأصوات، ورقة بيضاء هي أيضا ورقة تتكرر في صناديق التصويت للجولة التاسعة. إذن النائب ميشيل معوض هو الذي يبقى يتصدر الأرقام طبعا التي لا تخول انتخابه، ولكن تتراوح الأصوات للنائب ميشيل معوض بين 38 إلى 42 بين جلسة وأخرى. مزيد من التفاصيل تطلعنا عليها من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، ربما المتغير الوحيد خلال هذه الجلسة هو التوتر السياسي الذي سبق جلسة الانتخاب بعد منع عقد مجلس الوزراء. صحيح، نحن بانتظار ما إذا كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيرد على ما اعتبره استفزازا من قبل حزب الله بتأمينه انعقاد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل بفعل الانتخابات النيابية والسجالات التي سبقت جلسة اليوم، وأيضا التسريبات التي حرص قياديون في التيار الوطني الحر على إمداد بعض وسائل الإعلام بها لجهة أن التيار الوطني الحر ربما سيعمد إلى تأمين النصاب الدستوري للدورة الثانية من الاقتراع، وهو ما لم يحصل منذ بدء يعني الدعوة لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية. وأيضا هم سيقومون بتسمية أحد يعني أو ربما يعطون أصوات عدد من النواب لميشيل معوض، وبالتالي يعني تتحول العملية الانتخابية التي فقدت بريقها مع مرور الوقت والجمود والشلل في هذه العملية إلى صندوق بريد ساخن بين أهل البيت الواحد. طبعا نتحدث عن التيار الوطني الحر وحزب الله، لكننا حتى هذه اللحظة يعني لم نلمس أي متغير عن الجلسات السابقة بانتظار انتهاء عملية الفرز والحصول على النتائج النهائية، وانتظار أيضا النصاب الدستوري للدورة الثانية، مع الإشارة إلى أن أول الخارجين من مجلس النواب اليوم هو أحد نواب حزب الله الذي يعني يعتبر حاله أو يعتبر نفسه غير معنيا بأي تغيير في مسار جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بانتظار التسوية الكبرى كان داخليا أو خارجيا. إذن تبدرين، يعني كيف كانت الأجواء لمختلف الأطراف السياسية بعيدا عن ما حصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وكيف سينعكس اليوم على التصويت داخل الجلسة؟ يعني البعض اعتبر أنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد أسمع حزب الله رسائله، وبالتالي لن يتغير شيء في هذا الموضوع، ولكن الأفرقاء الآخرين ماذا عن النواب أيضا المستقلين؟ طبعا النواب المستقلون يواصلون رفع شعاراتهم الداعية إلى ممارسة العمل الديمقراطي بشكل بعيد عن الحسابات السياسية الضيقة، لكنهم لن يتمكنوا من إحداث أي خرق في جدار هذه الأزمة. طبعا العدد القليل لهؤلاء بداية، ثانيا الخلافات داخل هذه الكتلة والتي أدت إلى انفراط يعني تحالف النواب المستقلين، هذا الأمر أضعف كثيرا في قدرته على يعني اتخاذ أي قرار يمكن الرهان عليه أو البناء عليه داخل مجلس النواب. أما القوى السياسية الأخرى، نتحدث طبعا عن الكتل السيادية، هي تتمسك بالتصويت لأن ميشيل معوض طبعا ليست لديها أي أوراق أخرى تلعبها، وهي خارج اليوم اللعبة السياسية التي تدور كما ذكرنا حصرا بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله. بالتالي هو استمرار للفراغ أو دوران في هذا الحركة المفرغة منذ بداية الدعوة لجلسات الانتخاب. شكرا جزيلا لك على المتابعة من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي.